يونس محمود يقول لك السؤال أعد وأكتب العدد، احسب لنا هنا كم قلم يونس محمود. يلا على صوتك. 2 3 4 5 6 7 8. يعني ايش قد نكتب بالمربع يا حلو هنا؟ 8. يلا اكتب لنا 8. بطل، عاشت ايدك، صفقوا له. يلا يا خطاب، يلا يا خطاب، يلا خطاب احسب لنا كم قلم. يلا لا احسبها من فوق وانزل جوا. يلا ايش قد عددها؟ يلا اكتب لنا 7. احسنت، بس اكتب لنا على 7 عدل. لا دقيقه دقيقه، يلا اكتب لنا 7، كبرها شويه. احسن، صفقوا له. يلا يوسف زياد على السبوره. زياد احسب لنا كم قلم فوق. يلا على صوتك. 4 5 6 7 8. تأكد من عدها. تسعة، يلا اكتب لنا 9. أحسنت، ممتاز يا بطل، صفقوا له. يلا إياد، اياد ها ايش قد هنا الرقم؟ هنا هذا ايش قد هذا الرقم؟ هذا هذا فوق ايه؟ 7. يعني كم كرة لازم تلون؟ 7. 7 يلا لون، كل واحدة لونها حط لها شوية لون. ايه عافية، امشي على الثانية شوية، بس حط لها عافية على صوتك. عافية، امشي. ايه 4 وردة. 5 عافية. 6 عافية. 7 بطل، صفقوا له. يلا يوسف محمد، يلا يوسف محمد، يلا تحرك ماما. هنا هذا ايش قد العدد؟ 9. يعني ايش قد تلون؟ يلا لون واقرا العدد. يلا علي صوتك. 1 ايه 2 ايه 3 ايه 4 ايه 5 ايه 6 ايه 7 ايه ايه جيت. احسن، صفقوا له. يلا يونس رافع، فتشقتها بالعدد هنا.